أنت مش لوحدك. أهلا أحبائنا المشاهدين في كل مكان. اليوم يوم خاص والحلقة رح تكون مدتها ساعة ونص، لأن اليوم يوم الصلاة للعابرين. إحنا اليوم بنحتفل في كل اللي عبروا إلى نور المسيح واللي اختبروا محبته سلامه وخلاصه. والعابرين طبعا في كل مكان، في الشرق وفي الغرب، في آسيا وفي أوروبا، في أفريقيا وكل دول العالم. بس يمكن مش الكل عم بيعرف إنه في مجموعات كبيرة من العابرين، ممكن يكون في بلدك، ممكن يكون في الحي بتاعك، ممكن يكون جارك وانت غير مدرك، ولا سيما في الدول العربية. اليوم اخوي واخوات قرروا انه هذا اليوم يكون يوم احتفال، احتفال وترحيب بكل العابرين وكل اللي آمنوا. يمكن ما زلت متردد، اليوم انا بدعوك ان يكون هذا اليوم يوم خاص في حياتك، يوم تاريخي، ولا سيما قدوم العابرين إلى محبة يسوع المسيح. إخوتي وأخواتي، اليوم رح نسمع ونقرأ عن كتير عابرين اللي كمان بيشجعوا واللي بيصلوا من أجلك ومن أجلي. قبل ما أبتدي خلينا نسمع لهذا الفاصل ترنيمة للأخت فادية وهي أيضا عابرة إلى المسيح. ها صلاتي يا قلبي وأحبابي أن تجد خلاصا في إلهي، فتعالوا إلى ذاك الفادي من خلص نفسي وفداني. إليكم أعلن أحبابي أنا أحيا الآن في ضماني. إليكم أعلن أحبابي أنا أحيا الآن في ضماني. فيا أبي وأخواني، قد مات يسوع وفداني. يا أبي وأمي وأخواني، قد مات يسوع وفداني، قد مات يسوع وفداني. أهلا أحبائنا مشاهدينا، كانت أو كان هذا الصوت الأخت المحبوبة الأخت فادية بزي، وبتتكلم من خلال الترنيمة إنه هي يعني آمنت بالمسيح، لكن هي مش خاينة للوطن ولا للأسرة ولا للعيلة، بل بالعكس ازدادت محبتها للوطن وازدادت محبتها لأسرتها. وهي الأمور اللي يساء فهمه مع الكثير من العابرين. يؤمن بيسوع المسيح، على طول العيلة بتعتبره خاين، خاين للوطن، خاين للدين، وخاين للنبي، وخاين للأسرة أيضا، ويواجه كل أنواع الرفض والطرد والاضطهاد، والبعض يسجن والبعض بيتعذب والبعض أيضا يقتل شهادة ليسوع المسيح. ما هو السبب؟ السبب هو بكل بساطة إنه آمن واختبر يسوع المسيح. أنت مش لوحدك. هل تعلم اليوم إنه عشرات 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 الملايين المؤمنين من خلفية إسلامية، وكل هاي الملايين عم بتصلي من أجل أوطانها، من أجل شعوبها، وبتصلي إنه الله فعلا يعطي ويمنح الحرية الكاملة، حرية الدين، حرية التعبير عن الرأي، وحرية إذا هو اختار أنه يكتب بالهوية
إنه هو اسمه مسيحي ولا دينه مسيحي يكون عنده هذه الحرية. لكن برضو كتير مرات إحنا يعني بيكون عندنا كمان سوء فهم للعابرين. وأنا عاوز كمان أشجع كل المؤمنين من كل الخلفيات واللي بشاهدونا في من الخلفية اليزيدية، من الخلفية السابقة، من الدروز، والعدد الأكبر من المسلمين اللي بشاهدونا، وطبعا المسيحيين. في تحديات اللي بواجهها العابر. الأسبوع اللي فات احنا تكلمنا عن اندماج العابر في الكنيسة، وشاركنا رجل الله خادم الرب الأخ هشام، وتكلم عن بعض التحديات اللي بواجهها. أنا كتبت بعض الأشياء السريعة اللي هي يعني أول شيء القبول. يعني كتير من العابرين اللي ترك كل شيء أكيد لازم يكون له قبول وترحيب من المسيحيين، من المؤمنين، لأنه فقد عيلته، فقد أسرته، فقد وطنه، مع أنه بحبهم وبصلي لهم، لكن بالحقيقة الكنيسة أو المؤمنين هي عيلة الرب، هي واحدة من أسماء الكنيسة. فالقبول مهم جدا، أنه نقبل الأشخاص. وتذكروا كتير مرات من المسيحيين بفكروا المؤمن اللي من خلفية إسلامية أول ما يجي لازم يكون قديس كامل، ومننسى أنه كان عنده عادات وتقاليد، ومننسى أنه كتير أشياء من الماضي يمكن بعده، لكن هو بحب يسوع وتغير وخلص بنعمة الرب يسوع. واحدة من المشاكل اللي كتير يعني بصراحة بشكل مستمر بستلم رسائل من كل الدول، من الخليج، من شمال أفريقيا، من الشرق الأوسط، في كتير من المؤمنين عاوزين يتعمدوا بالماء، عاوزين يعتمدوا، لكن ما فيش ناس تعمدهم، وكتير عم بيطلبوا مني شخصيا، لكن طبعا أنا محدود بالنسبة للمكان والزمان وهاي الفترة الكورونا، لكن بفضل أنه تعتمد يعني في كنيستك أو في الاجتماع، لأنه في كتير مجموعات سواء في الخليج أو شمال أفريقيا أنه دائما في طرق. وإذا بتحب، أنا عارف أنه كتير كتبوا لنا عاوزين يتعمدوا، اكتب على الخاص، يعني فوت على صفحة نور لجميع الأمم على الفيسبوك واكتب لنا، وإحنا طبعا منحطك في التواصل مع أشخاص على الأرض الموثوق بهم. لكن هذه مشكلة عم بيواجهها العابرين. أول شيء في خوف من المسيحيين أنه يعمدوا العابر بسبب الاضطهاد والتهديد. وبالنسبة للعابر اللي عاوز يعتمد، هي بتكون النقطة الفاصلة اللي بيعتبروه طبعا أهله أنه كفر وأنه فعلا يستحق أو محلل دماؤه. مشكلة تانية بتستغرب لها موضوع الزواج. مش الكل عاوز يتزوج بشخص عابر، سواء بنت أو شاب. اليوم المشكلة هاي ابتدأت تتحل، لأنه اليوم في خلاص عائلات كتيرة وأعداد كبيرة عم تيجي المسيح، فالمشكلة هانت نوعا ما، بس ما زال فيها صعوبة. فكتير من العابرين إذا هاجروا للغرب بيضطروا أنه يلتجئوا لكنيسة أجنبية، أو أنه يتزوج من واحدة أجنبية أو واحد أجنبي، لأنه في العادات العربية ما زالت غير مقبولة. مرة تانية خليني أقول لكل مشاهد، إحنا عيلة واحدة، كنيسة الرب مثل ما بسميها بولس من اليهود والأمم، كنيسة المسيح هي من كل الخلفيات. ما فيش إشي اسمه طائفة أو أنك تحدد بمجموعة معينة، إحنا كلياتنا واحد في المسيح يسوع المسيح. شيء ثالث أو شيء رابع خلينا أقول، يعني قلنا القبول، المعمودية، الزواج، الأسرة. الأسر عم بتواجه الرفض، بتواجه الحرمان الاجتماعي والمادي طبعا، والظروف الصعبة، والأسرة، الأولاد والبنات. يعني كتير من المؤمنين زوجته طلقته لأنه صار عابر، أو طلق زوجته لأنها صارت عابرة، والأولاد يعني بين الحجر الرحى والسندان، فالفكرة إنه مش عارفين شو القرار وكيف يتاخد. عشان هيك إحنا
اللي بيشاهدونا إن نصلي من أجل هؤلاء الناس العابرين. العادات والتقاليد وكل هاي طبعا في كيف الواحد يندمج فيها، احضر الحلقة اللي فاتت. خلينا نصلي كمان من أجل السلطات الأمنية. يعني أنا صليت مع شخص مسؤول كبير كبير في الحكومة في منصب عالي، هو مؤمن في يسوع المسيح لكن ما بيقدر يعبر بشكل علني بسبب الموقع بتاعه. صليت مع إمام ومع بنت، مع بنته نفس الشيء، مش قادر يعبر لأنه محدود في نطاق فيه خطر على حياته. وأنا متأكد كل أحبائي وإخوة العابرين أكيد عندكم قصص مثل هذه القصص، لكن لما نصلي اليوم خلينا نصلي من أجل العابرين وبالذات السلطات الأمنية. لأن عاوز أقول لك في كتير بمراكز دينية عالية أو مراكز سياسية عالية اللي هي مؤمنين بالرب يسوع المسيح، وهذا ليس مجرد كلام، لأنه مرات كتير بتدعوا أنه أنتوا جماعة يعني هاي كلها ادعاءات أو إغراءات. لا بالعكس، أنا عاوز أقول لكل مشاهد نحن لا نغري ولا بالعكس. تعرفوا كل مرة أنا بتقابل معابر بقول له كلمات يسوع المسيح: إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. ما في أي ربح مادي ولا في أي ربح عالمي، بل بالعكس كثير من المؤمنين، أنا بعرف واحد هنا في الغرب خسر 9 محلات، يعني خسر عشرات الملايين من الدولارات، حرموا أهله من الميراث لأنه هو شاب وطموح لأنه مؤمن بيسوع المسيح. فبالعكس عاوز أقول أنه أغلب العابرين أنه خسروا، بالعكس خسروا كتير أشياء كان ممكن يكون عندهم أشغال وأعمال وطموح وتطور، لكن بسبب إيمانهم في المسيح اتحرموا من العمل، ارتفضوا من العمل، طردوا، استهزئ بهم، بيتخبوا من مكان إلى مكان لحياتهم بسبب إيمانهم بالرب يسوع المسيح. نصلي من أجل السلطات، لأنه نصلي من أجل الحرية، اختيار الدين، تغيير الهوية، ها كلها يعني تعبير اللي الأمم المتحدة المفروض أنه كل الدول الإسلامية هي مضت على العقد أنه بتمارس هذه الحرية، لكن مش عم نشوفها لأنه إحنا في مجتمعنا العربي، وسامحوني يمكن في قيادات ورؤساء يمكن عم بيحضروني، إحنا منخاف أحدنا من الآخر، فالنتيجة إنه بتخرب أجيال بسبب صمتنا وبسبب خوفنا. إن أخطر مشكلة في التاريخ هي مشكلة الصمت. بتعرفوا الحرب العالمية الثانية اللي راح ضحيتها أكثر من 60 مليون شخص، يقال إن المشكلة الرئيسية إنه لما الدول صمتت على شيء خطأ ابتدأ يتعمل من ألمانيا في أيام هتلر وحصدت ملايين ملايين من النفوس، سواء سياسيا سواء دينيا. حتى في الغرب اليوم الصمت، وممكن يتكلموا ضد المسيح ويتكلموا ويعملوا أفلام ضد المسيح، لكن إذا واحد مس طرف مسلم في الغرب بتشوف أن كل الرؤساء والسيادات والسلاطين وحتى يعني اللي بمراكز عالية كلهم بيقاوموا المسيحي، لكن بيصبحوا من الخوف، لأنه فعلا الناس يعني سورة أقولها في الإنجليزي cowards، مرتعبين خايفين عايشين بخوف لأنه بدهنش يتكلموا الحق. فخلينا نصلي كمان لكل العابرين من أجل التعويض ومن أجل استرداد المسلوب ومن أجل أنه الله يبارك 10 أضعاف بكل الخسارات اللي خسروها في حياتهم. خليني أنا رح أفتح الفرصة وراح أتكلم مع رشا، الأخت رشا نور، أنتوا دايما بتشوفوه على برنامج ليكن نور. الأخت رشا هي ضحت كثيرا من أجل إيمانها ووقفت وقفة بطل. وعلى فكرة رشا يعني كان عندها القناعة العقلية والإيمان القلبي، فهي خادمة للإنجيل وهي مفكرة وباحثة أيضا في مقارنة الأديان ومؤلفة مؤلفات كثيرة
وكتب عديدة. فيك تفوت على السايت بتاع رشا نور وتقرأ عن فكرها وليه بتفكر في هذا الموضوع. أهلا وسهلا أخت رشا، أنت معايا على الهواء. أهلا بيك يا أخي نزار. ربنا يباركك، ربنا يباركك أخت رشا. وأنت مثل ما سمعتي، يعني إيه لك رسالة هيك صغيرة عندك وممكن تصلي من أجل إخوتك وأخواتك العابرين؟ أول حاجة أنا أحب أشجع كل واحد عابر إن هو يثبت عينه على المسيح فقط، لأن إحنا كلنا في الموازين اللي فوق هنلاقي كتير جدا. أنا في حياتي الشخصية شفت العديد من الأشخاص والناس اللي ساعدوني في حياتي كتير، كان في منهم الإيجابي والسلبي. وأنا بشوف كمان من خدمة من خدمتي وسط العابرين إن العابرين أما بيحصل معاهم أي مشاكل، وخاصة لو كان المشكلة جاية من أبونا أو أسيس أو خادم أو حد معروف، بتبقى بتعمله عثرة وبتفصله عن الكنيسة. أحب أشجع كل عابر إن هو أهم حاجة إنك أنت تقضي وقت في محضر ربنا، إنك أنت تقعد أمام الرب علشان هو يملأ عينيك ويملأ قلبك وتثبت عينيك عليه وتقول يا رب ثبت عيني عليه. لأن عادة الناس فيهم الإيجابي وفيهم السلبي، حتى الإنسان نفسه في حياته العملية في ردود أفعال إيجابية وسلبية لنفس الشخص. فأنا ما ينفعش إن أنا أعمل ليبل أو إن أنا أقيم الناس اللي حواليا إن دول وحشين أو دول حلوين، وبما إن هم وحشين أنا مش هروح الكنيسة. ده وضع كتير جدا أنا شفته في وسط العابرين. العابر عليه مسؤولية في علاقته مع ربنا، العابر عليه مسؤولية في إن هو ينغرس في الكلمة، صدق إن المسيح اللي أنقذه من سلطان الظلام ونقله إلى النور وإلى ملكوت ابن محبته، الله هو اللي يقدر إن هو يكمل معاه. تاني حاجة عايزة أقولها إن لا يعطي مجد، لا يعطي مجد الآخر، لا يعطي أبدا مجد الآخر. يعني إيه؟ يعني الناس اللي أنت متوقع منهم إن هم يساعدوك ممكن دول ما يساعدوكش خالص، ومش علشان هم ما ساعدوكش يبقى هم ناس وحشين، لكن هم ربنا بيرتب حياتك بطريقة معينة إن اللي بيساعدك هو بيرتبه. فلازم أنا أقبل من إيد الرب الترتيبات اللي هتحصل بحياتي وأستسلم تماما لخطة الله في حياتي، لأن خطة الله هي علشان أنا أكبر روحيا، علشان أنا أتعلم، علشان أنا أنغرس في كلمته، علشان أنا أتكل عليه كلكم. فدي أول حاجة، ودي ثاني حاجة. ثالث حاجة أنا عايزة أشجع كل بيت في عابرين، أب وأم وأولاد. عايزة أقول للأب والأم، يمكن أنتوا أول جيل عرف المسيح، وأنتوا اللي هتعلموا أولادكم المسيح. أنا عايزة أقول لكم أنتوا عليكم مسؤولية جامدة جدا جدا جدا. أنتوا اللي هتجيبوا البركة في هذا النسل ونسل النسل. يعني أنت تشفعك لأولادك، وإنك أنت تغطي أولادك كل يوم بدم المسيح، تنقل لهم إيمانك وتعلمهم إزاي إن هم يقروا في الكتاب، وإزاي إن هم يصلوا، وإزاي إن هم يتعلموا المسيح من حياتك أنت العملية. دي حاجة مهمة جدا جدا، لأن إحنا كخلفية إسلامية إحنا ما عندناش الميراث اللي فيه البركة. في ناس مسيحيين بيبقى عندهم الميراث ده نتيجة إن حد مؤمن في العيلة قاعد يصلي من أجل العيلة ومن أجل الأجيال القادمة. إحنا ما عندناش، إحنا البداية، إحنا المسؤولية علينا أكبر بكتير من أي حد مسيحي. إحنا محتاجين إن إحنا نقف بولادنا نتشفع من أجلهم، محتاجين إن إحنا ننقل ده علشان دول كنيسة المستقبل، علشان دول اللي هين هم اللي هيقفوا الأسوار وهم اللي وهم اللي هيكملوا. عايزة أقول إن الحل إن إحنا نكمل جوه الكنيسة، الحل إن إحنا نكمل نبقى جزء من الكنيسة ونبقى عندنا بنروح اجتماعاتنا وبنحضر اجتماعاتنا مهما حصل في الكنيسة، مهما حصل في الكنيسة. ليه؟ لأنك أنت خارج الكنيسة أنت بتعمل بتبقى عامل زي الفحمة اللي خرجت بره الشواية، فبتلاقي نفسك بتتطفي بعد شوية، بتبقى خارج
مجال الحمايه الامبريلا اللي هي شخصيه الحمايه الالهيه، انت جوه الكنيسه محمي بالصلوات اللي بترفع للجسد ده كله، فانت محتاج انك انت تنتمي للكنيسه، مش تقعد تتنطط من كنيسه لكنيسه ومن طائفه لطائفه ومن اجتماع لاجتماع. اثبت في كنيسه واكبر في كنيسه وعلم اولادك في الكنيسه ديت، خلي اولادك ينغرسوا ويتعلموا ويبقى عندهم انتماء لجسد معين، لجسد جسد المسيح. وده اكثر حاجات دي انا اثرت فيا، وانا انا انا فرقت معايا. واحب اقول لكم ان ان الاوقات اللي انا كنت بقضيها في الصلاه، والاوقات اللي انا كنت بلاقي فيها تحديات جوه الكنيسه، والاوقات اللي انا كنت بلاقي تحديات مع اولادي، وكنت بلاقي تحديات مع ناس، هي دي اكثر اوقات انت بتتبني فيها وبتقوى فيها وبتكمل فيها. وانت مش هتبقى على طول طالع نازل، ايمانك يطلع شويه وينزل شويه، لا، انت محتاج انك انت تقعد في محضر الرب وتتغذى بكلمته. خليني ارفع صلاه صغيره من اجل كده. اتفضلي اخت رشا، اتفضلي. يا رب يسوع المسيح، انا بحط قدامك كل العابرين يا رب، كل العابرين يا رب، زي ما انت يا رب مشيت معايا السكه، امشي مع كل واحد فينا السكه وكمل معانا هذه السكه يا رب لغايه اما نقابلك ونشوفك. يا رب ثبت اقدامنا على ربنا يسوع المسيح، على صخر الظهور يا رب. اغرس اغرس نفوسنا في كلمتك، اغرس ارواحنا في كلمتك، املانا بالايمان، ثبت عينينا عليك عشان ما نتعثرش من اي حد، لكن يا رب نبقى ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، يسوع يسوع اللي بيملى المشهد، يسوع اللي بياخد كل المجد. يا رب بحط يا رب كل عائله بتتعرض للاضطهاد تحت غطاء الدم، واثقه انك انت يا رب ليك خطه حياة كل واحد، واحنا بناخد الخطة دي منها منك، واثقين يا رب ان الخطة دي هي المجد اسمك، احسن خطة لحياتنا، زي ما ابتديتنا من سلطان الظلمة واديتنا حياة ابدية، واثقة انك انت هتكمل معانا مشوار حياتنا الى ان تجيء دخولك معانا. نبارك اسمك يا رب، نديك كل مجد الى الابد. امين امين امين. شكرا اخت رشا. الأخت رشا طبعا انتوا بتشوفوها على القنوات الفضائية، خادمة للإنجيل. ربنا يباركك على تشجيعك يا أخت رشا، شكرا جزيلا. خليني أخذ مكالمة من الأخ زكريا من المغرب. أهلا وسهلا أخ زكريا، هل في عندك هيك بدقيقة دقيقتين كلمة تشجيع لإخوتك وأخواتك العابرين؟ السلام عليكم الأخ النساء. سلام ونعمة معك يا أخ زكريا. أنا أشكرك على برنامج ليكون نور، فكان الوقت لما يعد هناك ظلام أهل البشرية في المغرب وفي العالم العربي والجزائر، وذلك ظلام كان يعني الأمة العربية والمغرب. وأنا أشجع الشباب في المغرب والجزائر وشمال افريقيا العالم العربي بترك دين الخرافه دين الاسلام، دين خرافه حصار البغراء، ودين هو ذلك الدين الاسلام هو ليس دين، انما دين خرافه يعتمد على اثار غير الخرافات، وهو في مضمونه في القران يشمل على النصوص كلها دين وكلها انفتاح وكلها قتل وإرهاب، كما عمل محمد بعائشة فتزوجها وهي عمر 4 سنوات وهو كان عمره 74 سنة، وكما أما محمد صلى رسول العرب دار كذلك بنكحة الولاء حيث نكح وزوجته قبل أن تموت كانت ميتة ونكحها نكحة الوداع، فهذا دين. كما في السعودية لا زال هناك جواز الرجيع نسوة برسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الكتاب المقدس سيأتي من بعدي معلمين كذبة يسقونكم الحليب خير، يعني كذلك
تم حط الشباب المغرب والجزائر والعالم العربي وشمة الشيخية في أرض الخلاف الإسلام واعتناق المسيحية في الدين الحق وطلب المقدس أن الحياه وأحط على رمي كتاب الشيطان كتاب القرآن في المزبلة حتى يصير من الماضي من التاريخ اللاحق بالنسبة للتاريخ هذا هو مكان. وأنا أحط الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي كان تحكم القرآن وعلى الأمة المسيحية أن ترشح محامي في كتاب القرآن إلى محكمة لاهاي محكمة الجزائر الدولية في لاهاي كي يحاكم القرآن ونصوصه في هذا. أخوي زكريا الصوت عم بقطع. أخوي زكريا صوتك عم بقطع، بس أنا عاوز أقول لك إنه مداخلتك وصلت وإنت عم بتشجع الشباب في المغرب. ربنا يباركك حبيبي، ربنا يكافئك يا أخ زكريا، وعاوز أقول لك إنه صوتك ومداخلتك وصلت، وشكرا شكرا من كل القلب على تشجيعك، وإنت دائما بتتصل وواضح إنك إنت عندك اختبار عميق جدا بعلاقة يعني قوية جدا مع يسوع المسيح الحي. ربنا يباركك أخ زكريا. بتعرفوا يعني كتير يعني خليني أشوف إيه اللي ممكن يعني في الأخ محمد بتاع اللي قرأت يعني بعض الأفكار اللي كتبها عن اندماج العابر في الكنيسة، وتكلم عن بعض المشاكل اللي أنا ذكرتها يعني مثل القبول، المعمودية، الزواج، الأسرة، العادات، إيجاد العمل، السلطات، تعويض، يعني في أكيد في أمور كتيرة اللي ممكن نتكلم عنها، ورح نذكر بعض الصلوات. خلينا أشوف، أوكي رح نتكلم عن بعض هذه الصلوات. خليني أخذ كمان مكالمة من خادم الرب القس نضلة. القس نضلة شفتوه على برنامج ليكن نور، وهو أيضا عابر. أهلا وسهلا قسيسنا الحلو أخ نضلة، أهلا وسهلا فيك. سلام المسيح أخ نزار، تحياتي لك وللأحبة اللي عم يحضروا فيي. حبيبي ربنا يباركك، ربنا يباركك أخ نضلة. وانت عارف هذا اليوم احنا بنحتفل في العابرين، وبنفس الوقت هذا يوم صلاة من أجل العابرين. إذا ممكن ولو دقيقة دقيقتين، يعني شو التحدي اللي انت واجهته، وإيه اللي ممكن نصلي يعني مع الإخوة والأخوات اللي بيشاهدوا هذه الحلقة؟ أمين أخ نزار. أنا بالحقيقة كشخص كان عابر واليوم يخدم الرب مع العابرين وغير العابرين، إساء فهم الخلفية اللي أنا جاي منها أو الغاية اللي أنا جيت على أساسها، فكان في سوء فهم لهذا الشيء. لذلك أنا بدي شجع العابرين بالحقيقة أنه يتمسكوا بالكنيسة ويكونوا بالكنيسة، لأنه من خلال الكنيسة الرب يبني، الرب يرشد، والرب يعطي قوة. فلما نتمسك بالكنيسة يوم بعد يوم تضمحل وتروح هذه الأفكار أو الخلفية اللي كان سوء فهم لها تتوضح للإخوة، ويشوفوا الإخوة التانين اللي كانوا عندهم سوء فهم لهذه الخلفية أنه عن جد نحن جايين لغاية واحدة اللي هو نعبد الرب اللي خلصنا، لأنه كنا نعبد إله ميت والرب غيرنا أحيانا، حرق قلوبنا داخلنا وصار عنا حياة جديدة. أنا نضل ممكن أسألك سؤال، لأن أنت والأخت رشا شددت على كلمة اللي هي الكنيسة، إذا ممكن توضح فكرة الكنيسة، لأنه مثلا في دول الخليج مثلا السعودية يمكن ما تشوفش كنيسة مبنى، أو في شمال أفريقيا في كتير مناطق ما فيها الكنائس لكن فيها المجموعات. شو بتقصد لما أنه يتمسك بالكنيسة للإخوة والأخوات العابرين؟ أنا لما بقول كنيسة أخ نزار ما بعني كومة حجر أو بعني بناية كتير حلوة أو بغض النظر شو ما كانت. الكنيسة بأساسها هي مجموعة مؤمنين أو مجموعة ناس اتفقوا إنه يجتمعوا بمكان واحد هدف معين
بهدف واحد بالقلب وبالفكر، وهي الناس اللي هي المؤمنين يجتمعوا مع بعضهم البعض لهدف واحد انه يعبدوا الرب ويمجدوا الرب. هيدي هي الكنيسه، انا وانت وثلاث اربع اخوه نحن كنيسه. ممكن نجتمع على زوم ميتنج، ممكن نجتمع على التليفون، ممكن نجتمع على سكايب، لكن نحن كنيسه الرب خلصنا والرب غيرنا. الكنيسه مش بالحجر. ممكن في عابرين بمكانات السعوديه ممكن ما عندهم كنيسه حجر او ما بيقدر يجتمعوا، لكن يجتمعوا على التليفون، هودي كنيسه الرب خلصهم والرب اعطاهم حياه جديده. امين. تفضل اخ نضال. يا فانا فكرتي بالحقيقه انه لكل عابر، هيدي نصيحتي، انه يتبع ثلاث اساسيات اللي انا اختبرتهم بحياتي بالحقيقه، اللي هي تخلي كل الاخوه اللي كان عندهم سوء فهم للخلفيه اللي جاي من العابر، هودي الثلاث هن بسيطين وسهلين، مو لازم يكونوا بحياه كل مؤمن مسيحي. اول شيء الكتاب المقدس، لما يكون عندنا علاقه بالكتاب المقدس وقراءه للكتاب المقدس، لانه الكتاب المقدس يغير افكارنا ويبلور افكارنا لحتى تكون خاضعه لفكر الرب. اثنين، العلاقه مع الله بالصلاه، وهي الصلاه هي المحرك لقلوبنا، وبالصلاه ناخذ قوه لحياتنا. ثلاثه، نفتخر بصليبنا ونشاركه مع اي شخص، اي يكون عندنا ايمان متكلم، يكون ايماننا متكلم، يكون ايماننا حي. هذه الثلاثه بالحقيقه هي سر حياه كل مسيحي حقيقي يتكل على الرب. والعابر بعد ما عبر وقبل الرب كرب ومخلص لحياته، راحت الحياه الماضيه، هو صار مسيحي لانه يتبع المعلم العظيم اللي هو يسوع المسيح. فهذه الثلاثه هي اللي تجعل حياته السعيده مسيحيه، مبسوط مع الرب، مبسوط بعلاقته مع الرب، افكاره القديمه كلها تتغير لانه عم ياخذ فكر الرب من الكتاب المقدس. عدم الامل والاساءه اللي كانت بحياته كلها تروح لانه عم يصلي كل يوم، ياخذ قوه لحياته، يكون في محرك لحياته هو الروح القدس، ويشهد، يكون ايمانه حي يوم بعد يوم، يشهد عن عمل يسوع المسيح انه الرب يسوع مات وصلب وصلب ومات وقام من بين الاموات حتى يخلصنا ويطهرنا من كل خطيه. بالحقيقه هيدي رسالتي للعابرين، اتمسك بهودي الثلاثه، الكتاب المقدس، العلاقه مع الله من خلال الصلاه، والافتخار بالصليب ومشاركته مع كل شخص مين ما بيكون يكون او حتى شو ما كانت خلفيته. هذا هدفي اللي بدي وصله للعابرين، لانه هيدي الثلاث اشياء تتغير وجهه النظر اللي هي عن عابرين. لانه سامحني اخ نزار، بدي شارك نوعين من العابرين خي، في عابرين عبروا للمسيحيه وفي عابرين عبروا للمسيح. اللي عبروا للمسيحيه هن يعرفوا الايمان المسيحي وبعد فتره يصيروا خارج الكنيسه، لكن العابرين اللي عبروا للمسيح هن مخلصين بدم يسوع وهن متبررين بدم يسوع وهن يبقوا الى الابد مؤمنين. امين امين. اخنا ضل، شكرا كثير كثير، رساله قويه فعلا، ربنا يباركك. اذا ممكن هيك كلمه صلاه قصيره تبارك فيها اخوتك واخواتك العابرين. امين. يا رب نحن نشكرك ونمجدك لانك الهنا الحي الذي خلصنا. يا رب انا بصلي في هذا الوقت لاجل كل عابر وكل عابره يا رب يعانوا من اضطهاد ومن مشاكل، يا رب انت تعطيهم ان يا رب مش بس يتالموا معك بل يتمجدوا معك يا رب، يحملوا صليبك، يشاركوا صليبك في كل مكان يا رب. يا رب انا بشكرك لانك الهنا الحي، يا رب كنا نعبد اله ميت ما بيسمع لا صلواتنا ولا يسمع كلامنا، لكن نشكرك لانك اله حي موجود في وسطنا، عندما ندعوك انت تستجيب. يا رب انا بصلي لكل اخ واخت عابرين لك يا رب انه يتمسكوا فيك يا رب، او يتمسكوا يا رب بكلمتك يا رب، يقراوا هذه الكلمه ويكونوا بعلاقه حيه معك يا رب، ويكونوا شهاده لغيرهم يا رب. كل من يشوفهم يشوف فيهم يسوع المسيح، يشوف فيهم النعمه والبركه، يقدر بدون ما بيتكلموا يمجدوك يا رب، بدون ما بيتكلموا الناس تشوف فيهم نعمه يسوع المسيح. انا بصلي باسم الرب يسوع. امين امين امين. شكرا شكرا قسيس نضل، ربنا يباركك ويبارك خدمتك، شكرا جزيلا. بتعرف احبائي في كثير صلوات، خليني بالاول الأخ محمد الأسبوع اللي يعني بيتكلم عن عدم ثقة المؤمنين في إيمانه، نصلي أنه هاي الثقة تسترجع وتسترد. وبيتكلم دائما عندهم خوف من السلطات الأمنية، نصلي أنه ربنا يتدخل مع السلطات الأمنية، يمكن مش بيتلقى الدعم الروحي حتى ينمو في المعرفة، نصلي أنه فعلا يشوف هذا الشيء.
ومش بس بدعم مادي للعابر هو أسرته، لأنه فقد عمله وأسرته، فقد كل شيء. في ناس خسرت كل شيء. كمان صلاة من أجل الأسرة والأولاد، وأنه ما نتجاهل أولاد وبنات العابر، بالعكس نتبناهم، يكون نوع من التبني، لأنه إحنا عيلة واحدة. وطبعا مرات في غيرة لما بشوفوا مثلا عابرين الله عم بباركهم ويستخدموا. كمان يعني بيتكلم هون أنه الله يفتح المجال للدراسة الأكاديمية. أنا عاوز أقول للأخ محمد، اليوم في كتير ناس عم تدرس وبتدرس في كليات لاهوت، وفي باحثين في النصوص وفي المخطوطات من خلفية إسلامية، اللي هم بركة لكل العالم الإسلامي والمسيحي أيضا. وطبعا أنا ذكرت تعميد العابر، خلينا نكون أكثر جريئين. هاي كانت من الأخ محمد. واحد تاني كمان، أخ محمد بعت إيميل بقول: عبرت من ظلمات القهر والخوف إلى نور الحق والحرية. كتب رسالة، يعني بتعرفوا باللهجة تبعتنا بدك تتمزمز عليها جملة جملة، بس من ضمن هاي الرسالة إن الله يعني باركوا في زوجي، واثنين درسوا لاهوت، واثنين بيخدموا، واثنين خدام، والله استخدمهم بخدمة شفاء المرضى، بيصلوا للمرضى والله عم بيستجيب صلواتهم لشفاء المرضى. وبيحكوا انه مروا في ضيقات وصعوبات وكل انواع الظروف الصعبه، لكن اتخطوها وعم بيشهدوا ليسوع المسيح. بيحكي عن اختباره، كان نفسه يدرس الكتاب المقدس من ناحيه اكاديميه، وكيف التقى مع العميد تبع الكليه، وفعلا ربنا باركه في الشهايد. وفعلا هو عم بيكتب بقول رسالتي لكل الإخوة الأخوات والإخوة العابرات والعابرين: تشددوا وثقوا في الرب ومواعيده. الله اختارنا لنكون أولاده، وهو لن يتركنا أبدا، فهو القائل: تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. وقال أيضا: ويل للعالم من العثرات، فلا بد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. تعرف أحبائي، عاوز أقول شيء مهم في هذا الموضوع. من حديثي مع كثير من العابرين، في عابرين اتعثروا من المؤمنين، بقول الكتاب: ويل للذي تأتي منه العثرات. واليوم أحبائي، يا أنت مسيحي يا غير مسيحي، ما تمثلش بالدين ولا تكون تاجر دين. وكلامي للجميع بكل محبة لكن بدون مسايرة، سواء كنت مؤمن، مسيحي، اسمي سطحي، سواء كنت قسيس، راعي كنيسة، سواء كنت كاهن، مطران، بطرك، في أي منصب، يا جماعة مكتوب: ألا يرعى الرعاة الغنم. ركزوا عينيكم على يسوع، خلينا نخدم القطيع، الشعب، الخراف، ما نضوعش وقتنا في الأمور السياسية والتجارة الدينية، والناس رح تكرهنا صدقني. يعني إذا منكتب حتى على أي بوست على الصفحة حتلاقي هجوم كاسح الناس، لأنه كل شيء اتفتح، فإحنا مكشوفين، هوية مفتوحة. فإما أنت بتكون شهادة حية أمام الجميع، يمكن يسبوك يهاجموك، معليش هذا اضطهاد، بس أنه تكون أنت سبب عثرة للآخرين بسبب المصاري، بسبب السياسة، شو هاي المصايرة الدينية والسياسية؟ ليه بتضوعوا وقتكم؟ طب يا عمي ليش تكونوا رجال دين؟ بلاش فوتوا ادخلوا السياسة، في كتير ناس سياسيين مؤمنين مسيحيين الله عم يستخدمهم، بس ليه تكون رجل دين وكل وقتك في السياسة وبتساير على حساب اسم الرب يسوع؟ ويل لكم، يقول الكتاب المقدس، ويل للذي تأتي به العثرات، خدام الرب، قصص، كهنة، مطارني. بحكيها بكل محبة، ثبت عينيك وركز عينيك على الرب يسوع المسيح.
بعدين بقول إن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. فعلا يعني عاوز يقولنا الأخ محمد خلاص الظلمة راحت، النور صار واضح، كل من يريد يستطيع أن يقبل إلى النور. خليني أخذ مكالمة من الأخت نادية. أهلا وسهلا أخت نادية، أنت معانا على الهواء. أهلا وسهلا فيك أسيس، الرب يباركك. ربنا يباركك أخت نادية، كمان أخت نادية عابرة. أمين. تفضلي أخت نادية. بصلي للعالم كله اليوم وبقول بشكرك يا رب لأنك أنت بترتقبنا، بشكرك يا رب لأنك أنت فحص القلوب والكلى، فحص يا رب وجبتني لحضيرتك. أنا بشكرك يا رب من أجل الحياة اللي بدلت لي إياها، بدلت حياتي من الأسوات إلى نورك العظيم. بشكرك يا رب إنك عرفتني على أخوي حقيقيين فيك يا رب، مثل الأسيس نزار شاهين، مثل أخواتي كثير في حياتي أنا بحبهم. بشكرك يا رب إنك بدلت حياتي وحياة أولادي للأحسن، عرفتنا ذاتك يا رب. أنا بصلي اليوم للبنان ولكل بلد عرب، كل بلد أجنبي، إنه هذا الوباء يروح في أسرع وقت. أنا بصلي للجوع، بلد اليوم عم تسمعني كل الناس، بلد اليوم أنا بتبرع للأطفال يلي ما عندهم حليب، بتبرع للناس يلي ما عندهم حبة دواء، بتبرع لكل إنسان كبير وصغير. أنا بشيل من معاشي، أنا مش عم بشهر حالي، لو أنا عم بشيل من قدام أولادي وببعث لبلدي، لأنه بلدي هلأ عم يحترق من كورونا ومن الأمراض ومن الجوع ومن الوباء وأرجنتين وجوعاني. أنا بطلب من السيد المسيح إنه بها اللحظة هاي، وأنا مصدق إنه هو هلأ عم يسمعني، إنه لم تتفى. وأنا بطلب للعالم كله إنه العالم كله يشفى. أنا مآمن فيك يا رب إنك أنت قادر، بإيدك أنت الطبيب العظيم، إنك تشفي كل العالم المريضة من هذا الوباء. أمين أمين. أنا بطلب منك يا رب، أنا بطلب، أنا بشكرك يا أسيس نزار على دعوتك لإلي إني صلي للعالم كله، والعالم كله يسمع صوتي. صلوا للبنان بلجاجة وبحرارة، لأنه في أطفال عم بتموت ما عندهم حبة دواء. أمين يا رب. أمين أمين أخت نادية، يعني صوتك وصل وقلبك وأحشائك وصلت. الأخت نادية طبعا مثل ما عرفت أنه هي من لبنان، عم تأخذ من المصاري بتاعتها وتساعد الأطفال، ولسيما في الوضع القائم والحالي في لبنان. لبنان وسوريا على فكرة بمروا في ظروف صعبة جدا، واللي ما بيعرف منكم خدمة نور لجميع الأمم، إحنا مش بس خدمة كرازية، إحنا كمان خدمتنا خدمة إنسانية، ريليف وورك، منبعث دعم للمحتاجين في هذه المناطق الصعبة اللي عانت من كوارث، وإحنا الرب باركنا كتير في دول كثيرة، وإحنا كمان المؤمنين أكيد الرب باركنا، لكن في ناس صدقوني مش عم بلاقوا لقمة الخبز، وكتير من العابرين اللي انطردوا من بيوتهن يعني بالكاد يوكل وجبة. فأنا بحب أشجع كل اللي بيشاهدونا، فيك تفوت على الصفحة أونلاين، وإذا بتحب تتبرع حط بس يعني Love Lebanon أو Love Syria، وهي كلياتها بتروح. طبعا اللي عايش في أمريكا أو كندا في الإنكم تاكس ريسيت بيرجع لك، لكن تأكد أنه كل هذه الفلوس بتروح في مكانها الصحيح لمساعدة، مثل ما ذكرت أختي نادية، هؤلاء الفقراء والمحتاجين. احنا مش بس بنتكلم كلام يعني دعم معنوي، لكن كمان دعم مادي اللي نساعد هؤلاء المحتاجين. في كتير ناس محتاجة، ربنا يبارككم وربنا يكافئكم. اللي بحب فيك تتواصل على الرقم أو تفوت أونلاين فيك تساعد. نحن عادة ما بنطلب أي دعم على التيفي، لكن هذا حقيقة إنه الخدمة هي قائمة على تبرعات المشاهدين والمستمعين اللي بحب الرب. فإذا الرب حط على قلبك بكل سرور فيك
تساعدنا. ربنا يباركك ويكافئك، وشكرا كثير لك أخت نادية. خلينا أشوف، كثير في طلبات أنا عم بختار من هون ومن هون بصراحة. أوكي، في طلبات كثير. خليني في ابن المسيح من العابرين بيصلي من أجل حماية الرب إله، عم بمر في ظروف صعبة وبصلي من أجل المعمودية. في جماعة من العابرين طلبوا أنه نصلي من أجل الأخ زكريا، بعده متعصب، حتى يفتح الرب قلبه وعقله لمعرفة الحق والإله الحق. في عادل من العابرين، هو ساكن بفرنسا، بيحتاج إلى إنقاذ إلهي من أسرته. أسرته عم بتطارد حتى بفرنسا بسبب إيمانه بالمسيح. الأخ أكبر، هذا خادم للإنجيل، أكبر من باكستان، حتى رب يسدد احتياجاته ويسدد احتياجات فريق الخدمة. يعني في طلبات. أوكي، في هذا اليوم الصلاة العالمي منضم أصواتنا في الصلاة مع ومن ومن أجل العابرين للمسيح من خلفية إسلامية، حيث يواجه العابرون الاضطهاد ويدفعون ثمنا باهظا لإيمانهم، كما يشعر العابرون بالوحدة نتيجة رفضهم من أسرهم وأصدقائهم. نصلي هذا باسم الرب يسوع المسيح. فإذا خلينا نرفع كل هذه الأسماء بطلباتنا بصلاة. في كمان صلاة. أهلا وسهلا أخت حرية، الأخت حرية كمان عابرة. تفضل أخت حرية، أنت معنا على الهواء. شكرا كثير أستاذ نزار، ربي يبارككم. بحب أشارك بالنسبة لكوننا عابرين بنشجع بعض، وبشكر الرب يسوع أنه على معاملاته، لأنه طلعنا من الظلمة إلى نوره العجيب. وبحب أحيي كل إخواتي العابرين اللي اختبروا نور المسيح واختاروا النصيب الصالح الذي لا يتزعزع منهم إلى الأبد. بحب أوجه فعلا كلمة تشجيع إلنا كلنا، لأن بنواجه صعوبات فعلا في البداية، لكن الجميل في الموضوع إن لما نحس ونشعر إن كلمة الرب فعلا هي روح وحياة. يعني لما يقول سيكون لكم ضيقات في العالم، لكن تأكدوا أنا غلبت العالم، لما الكلمة فعلا تكون في قلبي وفي ذهني وبالإيمان الثابت الإيمان العامل، فعلا بلاقي إنه كلمة روح وحياة، وإنه هو غلب العالم. وبالعكس رغم الظروف القاسية اللي من تجربتي، رغم الظروف القاسية في نوع بعد الصلاة والإيمان الثابت القوي بيدينا نوع من الفرح والرضا ونصمد في الطريق. فأنا بحيي كل إخواتي اللي تحملوا الظروف إنهم تركوا أهليهم زي برضه، وحسينا بغربة فعلا في البعد عن أهلينا، وإحنا بنحبهم وبنحاول نحكي معاهم وبنطلب بالصلاة إن يا رب مد إيدك أنت كمان، أزح الغشاوة عن عيونهم، ابعد تأثير إبليس عليهم، علشان يشعروا ويعرفوا ويتأكدوا إنه أنت فعلا الطريق والحق والحياة، وإن النصرة والخلاص هي بس إن نقبل خلاص المسيح، وإنه المسيح فعلا انصلب. وقصة الصليب شوي أو مش شوي أكتر هي القصة اللي إبليس أعمى عيون الناس وأنكرها. فلما أعرف قصة صلب المسيح والغرض منها وإنه فعلا انصلب، بل بالعكس يعني لما أعرف كمان إن الناس اللي صلبوه كتبوا التاريخ وكتبوا القصة in details، ومش بس هيك أنا انبهرت لما عرفت إن حتى على مستوى علمي ناسا أثبتت إنه في سنة 33 ميلادية كان في earthquake، زلزال ضخم عمل تآكل في صخور المحيطات. حتى من الناحية العلمية ما كتب في قصة الصلب كان مثبت علميا في الكروجن اللي حصل في rocks of the ocean. فهذا كله بيدعم قصة المسيح، الصلب المسيح والغرض منها. وأنا اللي بحاول بكل حب وحرص بحب كل أهلي المسلمين، و
بطلب من الرب انه يفتح عيون اذهانهم ويعرفوا قصه الصلب، لان صار سر الدنيا في اللي ما انكروه، ما انكر انه صلب وفدانا، وسر الدنيا انه شكرا يا يسوع من قلبي بشكرك وبقبل انك فديتني على الصليب. هو ما بيقصدني بس بده ايانا نفهم. فانا بصلي اليك يا رب وبشكرك انك انت انرت الطريق الي ولاخوتي العابرين، وبطلب انك تعطينا ثبات قوه نعمه عشان نكمل الطريق معك، ويكون دايما فرح الرب قوتنا، تملانا بقوه الروح القدس عشان نكسب النفوس يا رب، ويكون لنا دور في امتداد ملكوتك. اؤمن بكلمه اذهبوا واكرزوا للخليقه اجمع في وقت مناسب وغير مناسب. يعني اهم سر في الدنيا انه نكسب النفوس ويعرفوا الحقيقه اللي هو فعلا الطريق والحق والحياه، ونشهد للجميع بما عمل الرب معنا حتى يحفظنا الرب غير عاسرين لمجد اسمه اللي فدانا بدم الثمين. كمان بصلي لاهالينا كلنا، لان لسه بنحبهم، بدنا اياهم يشاركونا في تجربتنا هذه اللي بالنسبة لي كانت مفاجأة لما عرفت الحقيقة. فأنا بصلي يا رب إنه في هاي الظروف الصعبة إنك تمد إيدك وتقف معاهم وتزيح الغشاوة، تمنع تأثير إبليس عنهم يا رب، لأنه كما قيل عنك يا رب إنك فيما قد تألمت مجربا بتقدر بتعين المجربين، لأنك أنت، لأن رب يسوع جرب الذل والوحدة والاضطهاد والحزن وقال اضطهدوني بلا سبب. فأنا بطلب منك يا رب تشجع العابرين وأهلهم كمان، تساعدنا البذرة اللي بنزرعها أنك أنت تكبرها من الأعماق. بصرخ لك يا رب أنك تسمع إلينا وتفتح عيون أذهانهم ويعرفوا الحقيقة أنك أنت الطريق والحق والحياة. بشكرك يا رب وتملانا بسلامك العزيز، وانا عارفه انك بتخلي مشاعرنا رغم الظروف الصعبه بتحولها الى فرح الرب بقوتنا باسم الرب يسوع. امين امين امين. شكرا اخت حريه، على فكره من لهجتها اكيد عرفت انه هي فلسطينيه، وكمان ممكن اقول شيء اخر عنك حريه، هي اسمها كان حوريه، فهي رفضت أن تكون حورية فسمت نفسها حرية. فربنا يباركك، وعلى فكرة رب تعامل معها بقوة، والرب شفاها أيضا من مرض السرطان، عشان هيك بتشوفوا اندفاعها قوتها ومحبتها من خلال صلاتها أنه عاوزة توصل لكل واحد. خلينا نستمر كمان نصلي من أجل شعبنا الفلسطيني يا أخت حرية. ربنا يباركك، ربنا يباركك. خلينا أخذ مكالمة الأخت نهال من بريطانيا. أهلا وسهلا أخت نهال، تفضل أنت معنا على الهواء. أهلا بحضرتك يا حضرة الأستاذ نزار، برحب بحضرتك وبكل المشاهدين. الحقيقة أنا عندي ثلاث رسائل سريعة. أول رسالة هقدمها للعابرين اللي فعلا من كل قلبي بقول لهم ويلدان، ألف مبروك، لأنكم عرفتم تتغلبوا على كل مسلمات خاطئة وعرفتم تحسبوها صح. ممكن تكون في خسارة فعلا أرضية لترك المال والأهل والأحباب والأصدقاء، لكن في ربح للحياة الأبدية اللي محدش بيقدر يضمنها غير الرب يسوع وحده لكل المجد. وعمركم ما هتندموا أبدا على القرار اللي أخدتوه، ولكن افتكروا دايما أن أنتوا اتنقلتوا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبتي، وهذا الملكوت لا يستطيع أحد أن ينزعه منكم، لأنكم أصبحتم خراف في يد الرب القدير، وهو اللي قال بصمت الطاهر خرافي هم في يدي ولا يستطيع أحد أن يخطفهم مني. الرسالة الثانية عايزة أقدمها للمؤمنين اللي مولودين مسيحيين، ودول ممكن يكونوا بيعاملوا إخواتهم العابرين كسكن سيتيزن، مواطنين درجة تانية. بقول لهم من فضلكم وروهم كل محبة وسددوا كل احتياجاتهم المادية والمعنوية كمان. الرسالة الثانية نفسي أقدمها لكل الناس المسيحيين في الكنائس في المهجر بالذات، اللي دايما حاطين اخواتهم المسلمين اللي جايين من الحظيره الاخرى ان هم جايين علشان يستغلوا الكنيسه في اخذ
أوراق للإقامة لأنه ده بيجرحهم جدا. وكلمة أخيرة عايزة أقولها لكل مشاهد مسلم بيحضر الحلقة ديت معانا النهاردة، اوعى الشيطان يضحك عليك ويقولك إن الناس دول اللي أنت سمعتهم إن هم عابرين دول مجرد ممثلين ولا هم كانوا مسلمين ولا حاجة. لا، ده الشيطان اللي بيقولك كده. الناس دي صادقين جدا، ويا بختك انت كمان لو كنت صادق مع نفسك واخدت قرار جريء النهاردة مش بكرة بمعرفة الرب يسوع والحصول على الحياة الأبدية. والرب يباركك يا سيدي. ربنا يباركك، شكرا كتير على تشجيعاتك أخت نهال، ربنا يكافك. طبعا خليني أشوف كمان في طيب خلينا لكان أخذ مكالمة من الأخ هشام، رجل الله خادم الرب خادم الإنجيل. الأخ هشام كان معنا في الأسبوع الماضي وتكلم عن اندماج العابر. أهلا وسهلا قسيس هشام، أنت معنا على الهواء، تفضل. أهلا بحضرتك يا قسيس نزار، ربنا يباركك. ويباركك ويباركك، تفضل. يعني إذا عندك كلمة تشجيع لإخوتك إخوتك وخواتك العابرين. أنا بس بحب أشكر حضرتك على البرنامج الرائع وعلى الاستخدام الرب ليكم وصلواتكم من أجل إخواتي ومن أجلنا إحنا كعابرين في كل مكان. إحنا واثقين بنصرة الرب، وده الاضطهاد اللي بيحصل على العابرين أسيس نزار والإخوات العابرين ده شيء طبيعي بيحصل، والرب وعدنا بالنصرة، رب وعدنا بالنصرة. وكل اللي احنا بنمر فيه بالوقت الحالي، الحرب اللي بنمر فيها اخوات العابرين دي مرحله معينه، واحنا واثقين من استخدام الرب لينا. انا بشكر الرب من اجل حضرتك، من اجل قناه الحياه، من اجل الاخوه اللي بيصلوا والخدام اللي بيصلوا في كل مكان بالعالم، من اجل اخواتنا العابرين. انا كمان بضم الصوت ليكم النهارده ان احنا يعني يكفي التلميذ ان هو يكون كمعلمه والعبد ان هو يكون كسيده. إذا كانوا لقبوا برب البيت ببعل زبول فكان بالحري بأهل بيته. يقول الكتاب فلا تخافوهم لأنه ليس مكتوم إلا سيعلن ولا خافي لن يعرف. الذي أقول لكم في الظلمة قلوه في النور، والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح. ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها. احنا بيشرفنا كعابرين في كل مكان، والاضطهاد اللي بيصير ده بيقوينا اكتر وبيقوي اخوات العابرين، بيقوينا وبيشجعنا. احنا بنصلي من اجل بعض وبنحط دايما وبنرفع بعض بالصلاه من اجل اخواتنا اللي بيضطهدوا النهارده في اللي في السجون واللي بيضطهدوا واللي تركوا اشغالهم. انا امبارح كنا عندنا اجتماع صلاه، احنا النهارده متحدين معاكم بالصوم والصلاه. عندنا اجتماع صلاه امبارح وكنا في اجتماع الصلاة بنصلي من أجل إخواتنا. كان معنا في الاجتماع أكثر من شخص انطردوا من شغلهم بسبب إيمانهم. فإحنا النهاردة أخذين يوم صوم وصلاة من أجل إخواتنا العابرين في كل مكان في العالم. رب يبارككم. حابب بس أشارك بصلاة بسيطة عشان ما أخدش كتير من وقت البرنامج. يا رب أنا بشكرك وبعظم اسمك لأن أنت أحببتنا. يا رب أنا بشكرك من اجل المحبه اللي ظهرت على الصليب من اجل كل البشريه. بشكرك لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يا رب انا بشكرك من اجل كل اضطهاد بيكون على اولادك، بشكرك من اجل الاستخدام اللي انت بتستخدمه لكل اولادك. يا رب انظروا اي محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. بشكرك لان امتياز عظيم ان احنا نضطهد من اجل اسمك. بشكرك لان احنا بنضطهد لان احنا اولادك، لان احنا دعية اسمنا عليك. مش بنضطهد من اجل دين، مش بنضطهد من اجل طائفه، ولكن نضطهد من اجل اسم المسيح. ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. يا رب لا ضيق ولا شده ولا عري ولا اضطهاد هيفصلنا عن محبتك. يا رب انا بصلي يا رب الان وبحط كل شخص مضطهد، كل شخص بيمر في دين، كل شخص انطرد من شغله الان من اجل اسم المسيح. كل اخواتنا يا رب اللي جايين من خلفيه مسلمه بنحطهم بين ايديك النهارده، واحنا واثقين من النصره، واثقين من استخدامك، واثقين ان هذه مرحله يا رب وباسم يسوع هننتقل لمرحله اعلى بالايمان يا رب واستخدام اكثر. انا بشكرك من اجل كل خادم النهارده متحد معانا بالصلاه، بشكرك من اجل القسيس نزار، من اجل استخدامك ليه، من اجل يا رب البرنامج، من اجل العمل العظيم اللي انت بتستخدمه.
تكون سبب تشجيع وسبب بركة لإخواتنا في كل مكان بالعالم. اتمجد يا رب من خلال هذه الرسالة النهاردة. بشكرك يا رب لأن أنت موحد قلوبنا، لأن احنا يا رب لما عضو في الجسد بيتألم جميع الجسد بيتألم معه، واحنا النهاردة يا رب بنتحد مع أخواتنا المضطهدين في كل مكان بالعالم وبنرفعهم بالصلاة وصايمين عشانهم واسقين. الآن يا رب هتغير هذا الواقع باسم الرب يسوع، لك المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين آمين آمين. شكرا جزيلا، شكرا أخ هشام، ربنا يكافئك وفعلا يستخدمك بقوة الروح القدس. كمان عاوز خلينا نرفع صلوات من أجل خدام الرب، خدام الرب مثل الأخ هشام، مثل الأخ نضلة، مثل الأخت رشا، مثل طبعا أغلبكم بتعرفوا الأخ رشيد والأخ أندرو والأخ وحيد وخدام آخرون كثيرون في كل مكان، الأسيس علي، الأسيس أحمد، يعني الأسماء لا تسع، كل خدام الرب من خلفيات إسلامية، يعني خدام وقصص، يعني الأعداد عم تكبر بتكتر بشكل كبير. وملحوظة أخرى عاوز أقولها لكل مشاهد، إنه بعض من هاي الناس اللي صلوا معنا أو اتصلوا معنا، كل واحد منهم عم بتابع مع مئات، حرفيا مئات العابرين، مئات من العابرين اللي عم بتعلموا كلمة الله من خلال بعض هاي الأسماء اللي أنتوا سمعتوها. فأنت مش لوحدك، أنت في وراك عيلة رافعينك بالصلاة، عم بيصلوا من أجلك، والرب رايح يتمجد وأكيد رايح يبارك أيضا. تعرفوا في واحدة من الآيات المحببة إنه كان اضطهاد شرس على المؤمنين في الكنيسة الأولى، وتعرضوا للسجن وتعرضوا للضرب وتعرضوا إنه اوعك اوعك، أوكي أنت مؤمن خليك، بس ما تضايقش غيرك، بلاش تعلن عن المسيح. لكن اللي استغربته حتى إنه ما صلوا من أجل إحسان أو معروف، ولا حتى صلوا من أجل حماية، ولا صلوا من أجل حرية. يعني تخيل، شوف إيش بيقولوا، بالحقيقة اجتمع، يعني بيتكلم عن المضطهدين، على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس بيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. يعني حتى الاضطهاد واللي بيضطهدوا الله شايفهم، الله عارفهم، بس الله كمان بيستخدمهم. لكن اسمع الصلاة، ما كانتش صلاة للحماية، بقوله والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهر. يعني صلوا انه بالعكس، انه حتى في وسط الاضطهاد الله يعطيهم النعمة والفرصة والقوة انه يتكلموا بكلام الله بمجاهرة. شو السر؟ الروح القدس. يا رب تعال زورنا زيارة خاصة في هالأيام واملأنا بالروح القدس حتى نتكلم بدون خوف، بجرأة، كما فعل التلاميذ في اسم الرب يسوع. خليني أخذ كمان مكالمة من الأخ عمار. أهلا وسهلا أخ عمار، أنت معانا على الهواء. حبيبي أخ نزار، يسعد أوقاتكم. حبيبي ربنا يباركك يا أخ عمار، إذا في عندك هيك كلمة تشارك فيها وتشجع إخوتك وإخوتك العابرين. أكيد حبيبي أكيد. هذا اليوم كان انتصار عظيم من شخص الرب، إنه قبل يقبل جميع الناس لإله، إن كان عابرين، إن كان مسلم، ولا من أي طائفة، ولا من أي عرق، ولا من أي دين. طبعا هذا امتياز عظيم، وهذا اليوم كثير أنا بحب شجع أخوتي أخواتي إن يسابروا على محبة الرب وعلى تقدير الرب، لأنه يكفي إنه تعلق على الصليب وسفك دمه ومات من أجلنا لحتى نحن
نقوم بموته ونقوم بحياة جديدة مع شخص الله. هذا امتياز عظيم لنا ولكل الإخوة ولكل العابرين بالأخص كمان. وهذا امتياز عظيم لنا، نشكر الله وشكرا لكل شخص عم يحكي بكلمة الرب وعم يوصل رسالته. بشكرك لك أخ نزار، بشكر القناة وبشكر أي قناة عم تحكي بكلمة الرب يسوع المسيح، وهذا كثير امتياز لي. وبتمنى نحن ما شفنا شيء من الاضطهاد اللي شافوه الرسل والتلاميذ، بس نحن إنه امتياز عظيم لأن إني بهاليوم هذه بركة خاصة وكثير رائع إني نلتقى بهاليوم مع أخوتي وأخواتي ويسمعوا هذه الكلمة الصريحة اللي نقلتني من موت لحياة. فأنا بحب صلي بهاليوم الكلمة. يا إلهنا المبارك، ربنا إلهنا القدير يسوع المسيح الذي أنت فيك فيك نحيا ونوجد ونتحرك، أنت إله الأمس واليوم وإلى الأبد. يا إلهنا بارك شعبك بهالأيام يا رب، بارك كل مضطهد وكل شخص ابن يا رب روح القدس اللي أنت زرعته فينا يا رب لحتى نقبلك مخلص لحياتنا يا رب. سود على هالبلاد يا رب، وأنت تبارك يا رب شعبك وتبارك أولادك، بارك أحبائك، بارك عيالنا أولادنا أطفالنا مستقبلنا يا رب، خدمتنا وسع تخومك يا رب في جميع أنحاء العالم يا رب. أرجوك بوضع يا رب جميع أنحاء العالم يا رب، بالأخص يا رب هيدا من كورونا يا رب، إنك أنت يا رب تقيض يا رب. صلي لك من أجل كل بلد يا رب في حرب واضطهاد يا رب، اجعلها لمجد اسمك يا رب لحتى توصل كلمتك، لأنه يا رب الاضطهاد جلنا مبشرين يا رب في خدمتك. يا إلهنا الصالح باركنا، بارك يا رب شعبك، بارك أولادك أحبائك. يا إلهنا الصالح شجعنا قوينا باركنا فيض علينا يا رب، استخدم يا رب كل محطة كل أخ كل أسيس كل أخوة كل أخت كل بركة يا رب، لأن كل ترنيمة كل كلمة يا رب تنطق بمجدك يا رب. أنت قلت سكت هؤلاء القوم الحجارة تتكلم، لكن يا رب أنت بدك نحن يانا نتكلم يا رب، أنت قادر تعمل يا رب خليقة جديدة بإيدك، لكن بدك يانا نحن نشتغل فيها يا رب. مثل ما قلت لألي عازر هلما خارجا فخرج ألي عازر، لكن أنت قلت للتلاميذ حلوه يا رب، اللي أخرى اللي أحيا الميت قادر يا رب أني حل، لكن أنت ردت أنك تقلنا حلو يا رب. وكل شخص يا رب يوضع يوضع أمامنا يا رب بكلمتك وبسلطانك، نأمر يا رب بالبركة عليه وخلاص نفسه باسم المسيح. أصلي يا أبانا آمين آمين آمين. شكرا أخ عمار، أخ عمار حبيبي بحبه كتير كتير، هو وزوجته وأولاده كلهن مؤمنين بالرب يسوع المسيح. وهذا مش كلام أحبائي، مرات بتفكروا أنه اللي بيجي للمسيح، لا لا، بيجي عن اقتناع. عمار كان، معلش سامحني أنا بدي أقولها يا أخ عمار، عمار كان إرهابي لكن لمسته نعمة الرب وصار مؤمن بالرب يسوع المسيح. كان بدي يفجر نفسه وآخرين لكن الرب لمسه بقوة الروح القدس. ما هي كلمة دوناموس أو دوناميس في اللغة اليونانية بتعني يعني الدينامو مولد أو بتعني شيء متفجر، ففعلا الروح القدس فجر فيه محبة جديدة لخدمة المسيح وشعب الله. ربنا يباركك يا أخ عمار. بتعرفوا الرب عم بلمس من كل مستويات. لأنسى أختي اللي بتخدم معاي، يمكن كتير منكم بتذكر الأخت شمعة، الأخت شمعة مطربة، كانت مطربة معروفة وتحولت حولت صوتها إن ترنم للرب يسوع المسيح. في إحدى المؤتمرات تعرفت على شخص بدرس شريعة إسلامية في السعودية، هو مش من السعودية، وفجأة بحكي لي إنه هو ترك الإسلام. معرفتش شو السبب مع إنه بدرس،
شريعة، ترك الإسلام وصار ملحد، مش ملحد، صار يعني شبه ملحد، يعني يمكن كان ما زال بآمن بالله بس ترك الدين كله، قال لك الدين هذا كله ما فيش يعني مشكلة. ففي إحدى المؤتمرات أجا وهيك سمع، بعدين أنا تحديته قلت له اسمع يعني في المؤتمر وآخر المؤتمر، قال لي عبارة لمستني جدا، قال لي نزار أنا مقتنع بيسوع المسيح عقليا، يعني كان عنده قناعة عقلية بيسوع المسيح، بس الشيء الأجمل قال لي وأنا آمنت به قلبيا وتغيرت حياته. احنا نتكلم على مؤمنين من كل المستويات أحبائي، مش أي شخص يعني بيجوا لأنه عندهم القناعة العقلية والإيمان القلبي في يسوع المسيح. رح أخذ كمان مكالمة. أهلا وسهلا، مين معاي؟ ألو، أهلا بك يا سيستنا إناس. أهلا أهلا أختي إناس، يا هلا بيك، أهلين. أهلا بيك، أهلا بيك، أهلا بيك، ربنا يباركك ويبارك المستمعين ويبارك خدمتك ويباركك يا أخت إناس. أهلا وسهلا فيك أخت إناس، أنا عارف أنك أنت شاركت اختبارك على ليك النور، كان عندك اختبار قوي جدا جدا جدا، كيف الرب تعامل معك ومع بنتك وشفائك ويعني قصة طويلة، ممكن ترجع لاختبار إناس. لكن أخت إناس كمان بتحب الرب وبتخدم الرب. أخت إناس، في كتير من العابرين اللي بمروا في كل أنواع الظروف، إيش هي رسالتك لإخوتك وأخواتك العابرين؟ بس هقول لك حاجة مهمة قوي يعني، ونفسي كلهم يكونوا سمعني، والكلام ده مش لوعظ ولا كلام إنشاد، ده حقيقة. كل يوم مع الرب في انتصار جديد، وكل يوم مع الرب في حاجة أعلى. بس إذا كنت في حرب لازم تفهم حاجة مهمة جدا جدا جدا، الحرب دي مش من الرب، الهجوم ده مش من الرب، عشان إحنا بنظلم ربنا. ومعلش أنا مش عايزة حد يسمعني بقول بنظلم ربنا ويجيت أوفندد، لا بنظلم ربنا ونقول له ليه يا رب عملت فيا كده، مش هو اللي عمل كده، هو السارق يأتي ليسرق ويقتل ويهلك. الله مش في الأذية، he's not in the killing business you know، العربي مش مساعد. God in the survival business، أول حاجة المسيح قالها قال أنا جيت عشان أديكوا حياة وأديكوا أفضل، فلازم أقف صح عشان أعرف أتكلم صح. هو صح ويعرف إن الله مش هو اللي بعت الضربة، أمال مين اللي بعت الضربة؟ إبليس بطريقة أو بآخر. على فكرة ممكن يكون الجسد، ممكن يكون فكر، ممكن تكون شهوة بطالة، بالعكس الرب كمان باعت لكل ده حلول. أعطيكم سلطان لتزغوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو، وكل قوات العدو، حط بقى مع كل قوات دي مرض وإفلاس وجوع وتعب و و و مش عايزة أطول في الوقت، لكن عايزة أقول أول حاجة عشان ربنا يساعدك لازم تبقى on his side، لأن هو already on your side، هو ربنا already on your side. وبعدين أسلك بالضبط، أسلك معاه بالاستقامة، السلوك بالاستقامة مش صعب، السلوك بالاستقامة سهل جدا، على قد ما قدرتي، على قد ما أقدر. كل يوم في تطور من مجد إلى مجد، كل يوم في تطور من مجد إلى مجد. خلينا ننهي دقيقتين صلاة. تفضل يا أختي. ورب يعيننا جميعا. ورب يعيننا جميعا. رب كم أنت صالح ومحب ورحيم. شكرا يا رب لأنك طيب. شكرا يا رب لأن عيناك ترى وتسمع أنين الأسير. أشكرك يا سيد لأن جميعها بحكمة أنت صنعت. رب بحط أمامك نفسي أولا، وكل إخواتي يا رب اللي أنت أعلنت ذاتك ليهم يا رب، لأن أنت أرسلت بيدي من أرسلت يا رب وفتحت عينيهم يا رب، من فضلك نعمة ومعونة في الجسد وفي النفس وفي الروح، وصحيح للأفكار وفتح للعيون. ارفع العين عليك يا رب فتكن أنت الأول والآخر، البداية والنهاية، فكل شيء يبقى in the right place، كل حاجة تبقى in the right place لما تبقى العين مفتوحة عليك يا رب. أما من جهة العدو فأنت قد أعطيتنا السلطان أن نطأ الحياة والعقارب وكل قوة للعدو، باسم يسوع لي سلطان أن أبتهج وأنتصر في اسم يسوع، لي قوة أن أكسب في اسم يسوع، وإن كانت ليس لي قوة في ذاتي أنا لكن قوتي في اسم يسوع.
أشكرك يا رب لأنك أعطتنا هذا الاسم الكريم، الاسم الغالي الذي لنا به كل انتصار في كل هذه يعظم انتصارنا. أشكرك يا رب من أجل السياج، من أجل الملائكة الذين أنت قد عينتهم كخدام لحمايتنا يا رب. شكرا يا سيد على السياج التي هي كنار حولنا يا رب. كنت في العهد القديم أنت عملت سور من نار حولهم وسحاب في النهار، كم وكم ناو وإحنا في عهد الرحمة. شكرا لأنك صالح وإلى الأبد رحمة. آمين آمين آمين. شكرا جزيلا أخت إناس، ربنا يباركك. إذا بتحبوا تتباركوا من خلال اختبارها فوتوا على السايت اختبار الأخت إناس، شوفوا الرب شو عمل، كم من المعجزات اللي عمل في حياتها. مجدا مجدا للرب. بصراحة يعني في صلوات كتير كمان، خليني أشوف إذا قدرت يعني أوكي. في بعض من ال اوكي الصلوات اللي بعتوها خليكم معي معلش شوي. في منهن طلبت منهن بس سطر بس بعتوا لي وعظة. احنا العرب بنحب طبعا، ربنا يباركوا ربنا يباركوا. خليني اشوف، في كتير في كتير صلوات، من وين ابتدي؟ اوكي طيب خليني اشوف. خليني أبتدي. سلام ونعمة، بيتكلم أخ نزار بيقول للإخوة والأخوات العابرين، أخي وأخت العابر من الظلم إلى نور المسيح الرب، لا تنظر إلى الخلف، دع الموتى يدفنون موتاهم، تمسك برب المجد يسوع المسيح رب الحياة، كل ضيقة وقتية ثق تتحول إلى فرح عظيم لا يوصف مع الرب يسوع. أخي وأخت العابر أخوكم أحمد، حتى يعني بشجع الإخوة المسلمين، أحمد عمر من خلفية يزيدية. أوكي ربنا يباركك خي أحمد. أوكي شخص آخر، ربي يبارك الخدام في حقل المسيح، بيتكلم للعابرين، نشكر ربنا لهذه الالتفات السامية من أجل عابر من ظلمة الإسلام إلى نور ربنا يسوع المسيح، هو المخلص الوحيد والفادي الغيور الأخ إتش. بعدين شخص بيتكلم بيشكر من أجل الصلوات، أشكر رب من أجلك قسيس، من أجل كل المصلين، حابب أصلي مع إخواتي بهذه الآية عبرانيين 12-28، لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. أشجع إخوة العابرين يشكر رب في كل حين ويصلوا في حين يكل حين، ويبقوا بأنه القائل لكل مؤمنين لا أترككم يتاما. في أخت كمان، الأخت بحرف الفاء بتقول علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر. واثقا بهذا عينه، يعني عم تعطي آيات، أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم المسيح. اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم. أخ العابر أخت العابرة، وعود الرب كثيرة في الكتاب، بيتكلم بتشجع أنه الرب معانا إلى انقضاء الدهر، مهما كان الطريق صعب هو اللي ابتدى عمل رح يكمله. وكلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وناشدكم إخوة العابرين أن تفرحوا بالحري بهذا الخلاص الذي صنعه الرب لأجلكم ولأجل كل من يقبله. فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. تتكلم إن أنا كنت في بلدها. نشكر رب من أجلك يا أختي. كمان حبيبي خي العابر وأخت العابرة، أنتوا أبطال الإيمان، نشكر إلهنا بربنا يسوع المسيح يلي أعطانا الغلبة وصالحنا مع الله الآب. ثبتوا أنظاركم على المسيح لأنه هو وحده مرساة النفس والنجاة من عالم الشر والإثم. أوكي فيعني كلمات كتيرة. خليني أخذ كمان مكالمة من مونتريال. أهلا وسهلا أخوي. أهلا وسهلا أخي يعقوب، تفضل. يا أهلا وسهلا بيك، أنا بحييك وبحيي برنامجك
القوي وعلى مجهوداتك. وأنا كمان بحب أقول كلمة لإخواني العابرين في كل مكان في العالم، أنا كمان أخ عابر، وطبعا أنا بقول إنه ما فيش فرح أكتر من فرح المسيح، ومش هنشعر بحياتنا أبدا بالفرح الحقيقي إلا بوجود المسيح في حياتنا. وأنا بتمنى على كل شخص كان له تجربة مع المسيح وقدر إن هو يطلع من الظلمة إلى النور، إنه يكفي الطريق بثبات ويكون ثابت في المسيح، ويكون عنده إيمان قوي إن الله موجود وحي بيناتنا، وبالفعل إحنا بنستمد كل قوتنا على المسيح من المسيح. وبرجو من كل شخص عابر في أي مكان في العالم إنه يصوب عينه فقط على المسيح، ويضل ماسك بالمسيح في إيده كل ما يملك في المسيح. عرضنا كتير لتجارب، وبنتعرض لحروب قوية جدا إن كان من الشيطان أو كان من الناس اللي هم بيضطهدونا في كل مكان في العالم، لا يقدروا بيحاولوا إن هم يقدروا يغيرونا مسار حياتنا والطريق اللي احنا اخترناه، ولكن احنا ثابتين في المسيح. بالفعل الحياة المسيحية هي حياة فرح فعلا مع المسيح، ونحن بنشعر بهذا الشيء من بعد ما قدرنا ان احنا نطلع من يعني جينا من زي ما بيقولوا من الشوك للورود. يعني احنا عايشين في بستان ورود، ولكن بالفعل عم نتحارب من الشيطان، ولكن بالفعل ان احنا اقوياء بالمسيح. التجارب كتير والاختبارات كتير والحروب هتبقى كتير على كل شخص عابر، ولكن أنا بتمنى أن كل إنسان بيسمعني الآن أنه بالفعل يكون عينه بس على المسيح. آمين. وسلاحنا القوي هو الإنجيل، ومكملين المشوار لآخر لحظة، ومنتظرين وعد الرب لينا بالإكليل الجميل اللي هو وعدنا به. وأنا بشكرك على برنامجك الجميل، وبشكر كل ضيوفك وكل الناس حتى الناس اللي بيسمعوك دلوقتي وكل المشاهدين. ربنا يبارك في وقت أكتر أقدر أتكلم. ربنا يباركك يا أخي يعقوب، أنت كمان خادم بتخدم، وأنا بعرف أنك أنت بتتابع بالاجتماع، أكيد يمكن في معك بالاجتماع كمان ناس، فبشكر ربنا من أجلك. نعم نعم أخ نزار، نحن بنقول إنه الرب يديكم القوة وتكملوا المشوار بثبات يا رب كلنا، وبنصلي من أجل كل شخص عابر في العالم إنه يبعد عنه فخوخ الشيطان ويضل مكمل الطريق بقوة، ومهما تعرضوا لحروب إحنا منتصرين باسم الرب يسوع، راح ننتصر، والسماء تفرح بعودة خاطئ واحد أكثر من 99 لا يحتمل لك. ونحن بنشكر الرب على هذا الفرح اللي احنا عايشين. ربنا يباركك يا أخي يعقوب، ربنا يباركك، شكرا جزيلا، شكرا، والرب يكافئك. يا ريت ترفع بس هيك لو كلمة قصيرة بصلاة لأخوتك وأخواتك العابرين. يا ربي نحن بنشكرك يا رب من أجل هذا اللقاء الجميل يا رب اللي انت دعيتنا فيه، مش خاطر نجتمع ونشبك ايدينا بايدين بعض ونرفع عيوننا إليك إلى السماء يا رب، ونقول لك بنشكرك يا رب، بنشكرك على إحساناتك يا رب في حياتنا يا رب، بنشكرك على كل الأشياء يا رب، بنشكرك لأنك أنت بتسدد كل احتياجاتنا يا رب الروحية والنفسية والمعنوية. بنشكرك يا إلهنا الطيب لأن إحنا عنا إله حي بنلجأ ليه يا رب وقت الضيق، وبنلاقيك دايما موجود حوالينا يا رب. يا رب شيل يا رب كل اضطراب وكل خوف وكل ألم وكل وجع في قلوب كل إنسان يا رب، كل شخص ماشي وراك يا رب اليوم يا رب يخرج من هذا الاجتماع يا رب قوي بيك يا رب الروح القدس، يعب حياتنا، يعب كل الفراغات يا رب، وتصير كل بيوتنا كنائس حية يا رب تنادي باسمك في كل مكان يا رب. نعم يا رب انت اله عظيم، اله قدير يا رب، اله قادر ان تصنع المعجزات يا رب معنا. بنطلب منك اليوم يا رب شفاء روحي وشفاء نفسي لكل انسان بيسمع يا رب وبيحضر اجتماعنا وكل انسان موجود في العالم يا رب. نعم يا رب خلي يا رب زي ما نحن بنطلب منك دايما وباستمرار انه نستمد قوتنا منك انت بس يا رب، ما نلجأش لأي انسان ولا اي شخص يا رب. كما قلت يا رب ملعون من يتكل على زراع بشر، يا رب انت الزراع القوي يا رب والظهر اللي بنستند عليه، قوينا يا رب لنكفي معك المشوار يا رب. كل شخص عابر يا رب بالاخص، وكل انسان مسيحي على وجه الارض، وكل انسان يا رب
مش بس مسيحي، انت يا رب المس قلبه يا رب اليوم يا رب، يكون في تجديد في حياتنا بالكامل يا رب. اسمه سلطان الرب يسوع المسيح. بنشكر كل اخواتنا الموجودين معنا اليوم، وبنشكر الاخ نزار، وبنشكر كل الناس اللي بيقوموا يا رب على خدمتك يا رب. قويهم، بارك يا رب حياتنا، سهل كل امورنا يا رب، باسم سلطان الرب يسوع المسيح، ولك كل المجد والكرامه الى الابد. امين امين. شكرا شكرا جزيلا اخ يعقوب، ربنا يباركك وربنا يكافئك. تعرفوا الشيء اللي حبيته في الاخ يعقوب والمجموعه، نقول مجموعه كبيره من كل الخلفيات، يعني من مصر، من الأردن، من سوريا، من المغرب، من فلسطين. اللي لمسني في اجتماعهم، بتحس كأنك أنت في كنيسة أعمال الرسل، وكان كل شيء مشترك بيناتهم، المحبة الموجودة. وواحدة من الأخوات اللي هي كانت بتدرس أستاذة في الشريعة الإسلامية، يا على ابتسامتها ومحبتها للرب في الاجتماع، بتحب الرب جدا يعني، فنشكر الرب. كمان ماريا معانا، اهلا وسهلا اخت ماريا. اهلا وسهلا بك اخي نزار. انا كنت بتكلم عنك اخت ماريا، الاخت ماريا من المغرب، انت كنت مدرسة استاذة في الشريعة الإسلامية. ربنا يباركك، تفضلي اخت ماريا شاركينا. قال كده تلاميذ وكده شيء. ربنا يباركك، نشكر ربنا على النعمة اللي ادها لي ربي، وعلى لأنني كنت بدرس، ولما بسأل عن حاجة ما بعرفهاش، ولما بسأل بيقول لك لا ما تسأليش، ممنوع تدخلي في أي حاجة. لا تسألوا عن أمور تبدى لكم فتسوءكم. تدرسي اللي بدك، اللي احنا بنطلبه منك وبس. وفي الآخر أنا بقيت ببحث وبقي هنا على كندا، وفي الآخر تلقيت مع التقيت مع الأخ يعقوب، هو اللي رشدني على الطريق. نشكره كثير، وبشكر كل إنسان، وصرنا أنا وهو زي ابني وجالسة معاه، وحتى أولادي. أنا سبت العالم من أجل المسيحية، ومن أجل ربنا يسوع، ومن أجل كل شيء. وعاوز أفضل في الفرح، وعاوز أعيش مع المسيح إلى آخر أيام حياتي، وما فيش رجعة أبدا. وببشر كل الناس اللي عاوزة إن شاء الله تستسند قوتها، تستلمها من ربنا يسوع المسيح، وما فيش غيره، وما فيش قوة أحسن من هيك. آمين أختي ماريا. آمين آمين. هو بس إحنا وصلنا في نهاية الحلقة، إن شاء الله بكون إلنا فرص، لأنه عندي أسئلة كتيرة رح أسألك عنها بالمستقبل القريب. ربنا يباركك أخت ماريا، ويبارك اجتماعكم، وفعلا الله يعني سدد كل احتياج. إخوتي وأخواتي العابرين، أنتم مش لوحدكم، في جمهور كبير معاكم، بحبوكم، بصلوا من أجلكم. وإذا أنت في بلد فعلا عم تشعر بوحدة، فوت على السايت وتواصل معنا، منحطك بتواصل مع إخوتك وأخواتك اللي هن في منطقتك أو في بلدك. عاوز أقول إنه هاي هي إرسالية المسيح، إنه نذهب إلى كل العالم، نكرز بالإنجيل لكل الخليقة، ونتلمذ جميع الأمم، وحتى يسوع يكون الكل في الكل. ما بتفرق إذا أنت من خلفية يزيدية، سابقة، إسلامية، مسيحية، كلنا نحتاج إلى خلاص يسوع المسيح. وإنت اللي سمعت اليوم هذه الحلقة يمكن عم تتساءل، شو رأيك تقول له يا رب افتح عيني، عاوز أعرف الحق. بصلي في اسم الرب يسوع، آمين.